طيب نطلع نشوف تقرير عن مشجع اهلاوي عم حربي كبير مشجعي النادي الاهلي، وبعد كده نستقبل كابتن كبير نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن ياسر ريان. حربي محفوظ جوده احد قدامى مشجعي النادي الاهلي، وبيطلق عليا كبير مشجعين النادي الاهلي، ولقب انا بعتز بيه جامد بيشجيني لما الناس بتتكلم عني، واللي اداني هذا اللقب هو النادي الاهلي اللي خيره على الجميع. انا بدات تشجيع للنادي الاهلي عن طريق ابويا، كنت طفل صغير كنت باجي معاه الماتشات في اواخر الخمسينات واوائل الستينات، وبدأت تشجيع فعلا في وسط الجماهير ابتداء من مباراة النادي الأهلي سنة 66 في كأس مصر مع نادي الترسانة، والأهلي كسب 1-0، واللي جاب الجون كابتن أسامة يوسف. النادي الأهلي لو هيحصل السنة دي بإذن الله فاضله في حدود 4 بونت ويحصد النقطة الرابعة بتمثل 40 بطولة دوري، أنا على الأقل حضرت 30 دوري مع جميع الكؤوس، مع جميع البطولات الإفريقية اللي حصل عليها النادي الأهلي، مع البطولات العربية، مع جميع الفوز رغم النكسات بسيطة، إنما دايما النادي الأهلي حتى جمهوره ما بيحبش التعادل، ما بيرضاش بالتعادل، ما بالك لو فيها هزيمة بيبقى دي بالنسبة لنا نكسة. بالنسبة للنادي الأهلي فبيمثل لنا شخصيا حاجة جامدة قوي 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 في حياتي الشخصية وفي حياتي الزوجية ومع أولادي ومع أسرتي ومع كل ينتمي لإسمي. يعني أنا عن نفسي بيبقى في قمة السعادة في فوز الأهلي في أي مباراة أيا كانت، وخصوصا المباريات التاريخية وخصوصا الديربي المصري. يمكن من أكتر الناس اللي حضرت أكترية فوز النادي الأهلي في الديربي، كل جيل فيهم بيحصد عدد من البطولات مهولة، ما بالك اللي في نادي أي نادي غير النادي الأهلي لو خد بطولة بيتغنى بيها. النهارده أي لاعب ينتمي إلى النادي الأهلي حتى لو لعب عدد من السنين قليل بيحصد عدد من البطولات كتيرة، فبيمثل لنا النادي الأهلي ده فاكهة. أما بالنسبة لأفريقيا المباراة اللي إن شاء الله القادمة يوم الثلاثاء الجاي، بتمنى مع عودة الجمهور إن ربنا الأول يكرمنا، والبطولة اللي هي راحت مننا بفعل فاعل، أنا ما بقولش ضربة حظ ولا حاجة، طبعا البطولة دي محببة إلى جمهور الأهلي لأن بتنقل معانا نقلة جامدة بنتغنى بيها. إحنا الفريق الوحيد على مستوى أفريقيا اللي راح كأس عالم أندية 5 مرات، وإن شاء الله دي تكون مرة جاية وناخد أفريقيا وتكون دي البداية الموفقة. وبطلب من الجماهير، إحنا البداية هتبقى عدد جماهير قليل، فلازم ندي مثل للمسؤولين عن الكورة والمسؤولين عن وزارة الرياضة والشباب ومسؤولين عن الدولة إن جمهور الأهلي عظيم ويمثل حاجة كبيرة قوي للكورة في مصر والكورة الرياضة في مصر، فعشان يزداد العدد لازم نلتزم بكل ما هو جميل. بطلب من الجمهور أن يتحلى بالروح الرياضية الجميلة، وأن يكون إن هو على قد المسؤولية في تشجيعه للنادي الأهلي وعدم الإساءة للآخرين، عشان إحنا النادي الأهلي صاحب المثل العالية بياخدوا مننا دايما الأمثلة، والتاريخ بيقول كده النادي الأهلي نمبر 1 على مستوى أفريقيا.